جائزة الملك فيصل للغة العربية والأدب فاز بها بالاشتراك. وجدوا أن هناك شابا ومصري دكتور محمود حجازي، فقالوا هذه فرصة أن يشارك في عمل قاموس ألماني عربي. كلمة حاسوب ليست جائزة عامة، ملهاش مرادف عملي 750 عمود نقدر نستخدمه. نحن بحاجة إلى مثل هذا أن يستمر. منافسة ما بين البنت ومامتها، ناهد السباعي ضد ناهد فريد شوقي. عندها إصرار مش طبيعي. أنا غلباكي خلاص، أنا ما بسمعش كلامي كمان. متوقعين مين اللي هيغلب؟ نود يا شفتي. على أعتاب مرحلة جديدة. مسجلاكي إيه على الموبايل؟ حاجة كده مش عاجباني. اللي هيقول الفيلم الأول ياخد النقطة على طول. إيه ده؟ محدش يغششهم يا جماعة. برافو. صح. طب انتوا الاثنين على فكرة ناخد النقطة. حلق شنبه مخصوص عشانها. حد هنا عارف؟ القفة اللي ليها ودنين. زي الكلام تطلع عليها النهاردة. الفائز في حلقة الليلة هو معكم منى الشاذلي الجمعة الساعة 9 مساء على CBC.